إذا صباحكم مبروك متابعينا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من شوارع فاس. ضباب كثيف يغطي المدينة صباح هذا اليوم كما كتشاهدوا معنا متابعينا في مشهد رائع. الله يرحمنا يا رب، الله يعطينا ان شاء الله شي تساقطات مطريه اللي تفرح الساكنه ديال العاصمه العلميه. شفنا تساقطات مطريه في طنجه، في مجموعه من المدن المغربيه، وفي انتظار ان شاء الله امطار الخير اللي ممكن علينا تهطل على مدينه فاس. فالله يرحمنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب. صباح الخير خويا، صباحك مبروك اخويا. كما كتشوفوا متابعينا صباح الضباب كثيف بمدينه فاس، نتمنوا لنا ان شاء الله يكون مصحوب بالتساقطات المطريه لما لا. كنحييكم بزاف متابعينا الأوفياء، السلام عليكم ورحمه الله.